ادري ناصر وين. يا ناصر طالب. ها طالب. سلامات حبيب، وايش معك هناك؟ يا صباح الخيرات، يلا حي الربع، كيف اصبحتوا؟ يعطيكم العافيه. والله برد برد، طلعت شمس شويه نزلت الحراره للثمانية، اما سابقا 6 كانت الفجر. يا الله الحمد لله، والله ما صرعني الا هذا، كل دقيقه ويزمر. يعيني الله لين اوصل البلد واصلح. بلى يا ابوي، صرعتنا ازعجتنا اخي، قريب حرض. والله يمكن اني اوقف حرض، اتريق، افطر واتيسر باذن الله تعالى. والله في مطعم يمني يضبط كبده، مشتهي الكبد اليوم مره، ما في من الصباح. صراعتنا انت. وصل وصل، الله يسلم اليدين. يا سلام الملون، بسم الله. سلام قرمش، اللهم بارك لنا فيما رزقتنا وقنا عذاب النار. بسم الله. يا سلام، توضعت لي شويه اغراض، خفيف خفيف حد درب وتقرميشه، وبضبط لي فنجان قهوه وبتوكل على الله. متحمس الكلب؟ تعال يركض وراهم قرادي نزيد ما دعم فيه. ظهر شاب ما شايفه تكلم سيارة الزبالة. شوف الركيب. بجرب اليوم وش ذا؟ لا موكا باتشينو. بجرب الموكا، أحط تشكيلة بنجربها إن شاء الله تكون جيدة. بسم الله. قبل الماي ها وين بعده. بسم الله. ما قلت لكم تكرموا الكلاب مصادقات سيارة البلدية. الله ما غير يحاومن عليها. بسم الله يا ابوي، ازعجتنا. بسم الله يا رب. يلا يا شباب درب. بسم الله. في مجال. بسم الله. أعوذ بالله، ما غضب الله أبد. هذا الوضع كل 30 ثانية ما غير صوصو، كل 30 ثانية وقل صوصو. طبعا إن شاء الله أوصل البلد بصلح هناك، ما ادري شو الوضع، شو ادري شو المشكله، حاولت اني اضبط ما في، ما ادري شو المشكله. يعين الله. طيب مرات يروح مرات يرجع، لكن عاد اذا رجع خلاص ما يلتغي الا اذا وقفت سياره وفصلت كهرباء وفصلت الخزانات، غير كذا ما في. طبعا وقفت قبل المحطه ليش؟ اسوي هذا، في واحد من ربع جاي وفي المحطة موجود، فالظاهر انهم مستعجلين. وقفت قبل المحطة ب 100 كيلو، بجهز الغداء سريع سريع، ومن اوصل المحطة بيكون الغداء جاهز، بنتغدى اربعة وبيتيسر، عسى الله ييسر عليك. في معي شباب، بس الظاهر يمكن الشباب يحبوا ياكلوا المطعم وشيء، وهو تايب عن ياكل المطعم لان اصابة السموم قبل كذا، فالرجال ضارب بيكس على المطاعم. قلت له خلاص بشرب الساعة بضبطه غنى، وبنتلاقى في المحطة وبنتغدى باذن الله. طبعا انا ودي اسوي للشباب كلهم، هم 5 تقريبا، لكن العيش خلص وما عندي الا حبه رز بس، فان شاء الله تكفي 3 4 بيتبارك ان شاء الله. كيف يا حبيب؟
الحين لو يجينا واحد يقول لي شو افضل رفيق درب معك، بقول الضغاط الكهربائية. امزح امزح معكم. ما شاء الله انها حلت اشكالية يا الربع، حلت اشكالية. عمك مستعجل، حط اغراضك ويلا سريعة وما تأخرك، ولا تحاتي حرارة ولا رمل ولا غبار ولا ذا، ما في. انجاز توقف وضرب غداك وانت بالخير بقى. طبعا يا ربع انا ماني معارض على اكل مطاعم، بس مطعم موجود في منطقة مقطوعة، يعني يمكن اقرب منطقة تجارية 500 كيلو، لا تتوقع انه بيجيب لك شيء فريش وشيء طازج ابدا. هذا اذا ينزل كل اسبوع مرة خير وبركة. اغلب الاشياء اللي معاه بتكون يعني ها مشي حالك للاسف. الافضل في الحالات هذه نعم انك ضبط اداك بروحك، اما في بعض المطاعم حقيقة ان نتعنى لهم مسافة طويلة، يعني نتعنى نروح متعنين. ليش؟ تاكل شيء طيب، اما تاكل شيء اي كلام. لا حبيبي يجيك تسمم في السيح، من بيجيك من بيسافر مشكلة. وصل وصل الذيب، وقف. ما شاء الله بعده، ما شاء الله عليه. طلع عنهم والدرب يتغدوا في المطاعم وقال لهم انا ما اتغدى من المطاعم. هذا راسه يا بس هذا. بس والله انه بعد يبال 20 دقيقة هذا على بال ما يجهز. يا رب. هلا 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 والله، هلا بالحبيب. يلا حيا الحمد لله على السلامة. وش الأخبار؟ أجر وعافية. طيب ما تشوف الحمد لله على السلامة. الحمد لله على السلامة. عسى ما تأذيت شوية بس خلاص مكتوب. خلاص قلته؟ الحمد لله. طبعا يا ربع وش الحمد لله على السلامة. ناصر ناصر تعرض لحادث، حادث شنيع، كان في وفيات، لكن الحمد لله على السلامة. عسى الله يحفظك ويشفيك ويعافيك يا رب. والحمد لله على السلامة الأصفر. الحمد لله. قدر الله وما شاء فعل. قدر الله وما شاء فعل. الحمد لله. كيف أمورك؟ طيبة. يا أخي بطرانين، أنتم ما تبغوا تاكلوا من المطاعم؟ قاطعنا لك المطاعم. ليش؟ لا احترام ولا أكل. لا يعني حتى احترام ما جاي. معروف المطعم اللي في محطة شيبة. لا نعم. ما لك حاجة. لا والله صراحة أحسن شيء. لا كيف الامور؟ الحمد لله. كيف الصحة؟ هذا من حسن حظي انا حاتي يا اخي، من بياكل معي؟ فجيت والله جابك. انا شفت للفيديو عاد، قلت ارسل لهين، موجود قريب، وصل شيبه. انا افكرك بعد شيبه. والله انا موعود انه كان في حمل، لكن تاخر الحمل وقال لي والله ما ادري يمكن يطول زياده. سبحان الله. قلت انا احسن اتحرك. لا الحين معنا شباب مبشرين وخلاص يبدل التاير وطلع. الله سلامات. تاير الامامي. لا الله المستعان. وبعد صار جرندر وقص بلوط وغيره. الله الله الله. متى ذا امس؟ تو الصباح. لا حول ولا الله المستعان. عسى ما شاحت عليه. لا الامور طيبه. ياخذ الاطار الامامي خطير. الحمد لله. يابس كان، تعبان، وش وضعه؟ والله الاطار بعد عليه ضمان راح عليه. الله اكبر. وش الاطارات؟ مع فطشت النقشه كامله تبطلت. الله اكبر. كله رش تجاري. تلبيسه مسوي له. نعم تلبيسه. حسبي الله ونعم الوكيل. الحمد لله على سلامته. الله يسلمك. الحمد لله على سلامتك. الله يسلمك. الله يحفظك حبيب. حياك الله. جهز غدانا يا الربع، علينا بالعافيه وبسم الله يا رب. هاي بتنزل شكلها، بس نضبط لها امورها قبل. بسم الله. سلم. خلنا نشيله. جهز الغدا يا الربع، ولله الحمد افضل من ارقى مطعم. ولا وش رايكم؟ تشتغل بيدينك ها افضل. ادري ناصر وين. يا ناصر مالك؟ ها سلامات حبيب. وايش معك هناك؟ لا فوق سقف. والله كفو في العلالي. ها جو بارد على الاطلاله.
الكوبر. يا سولو ايش عليك؟ كلك حركات رومانسيه. تعال تعال فوق فوق. نعم اسمع. والله كفو عليك يا ذيب. يلا بسم الله اجيب روب. نعم يلا يلا بسم الله مع ناصر. والله مشوار يا ناصر مشوار مشوار علينا بعيد. بسم الله عطنا كفو كفو يا الذيب. بسم الله وفوق عزمتوا تغدوا حركات تعمل الحركات ما شاء الله يا اخوي حتى الاجواء هنا ابرد. لا ها ما شاء الله جزاك الله خير. ها ما يله من طلعت كم يوم غدا ما يعرف يطبخ ذا نبح الغاسلين نسحب بقين اضمان. يا صحتين وعافيه الحمد لله صحتين وعافيه. ترى بنزول مره حتى في الغيار الثقيل ها ها مطار ابن الباطنه ترى الحبيب الله يحفظك طريق سلامة. حبايبنا وأهلنا في قطر كلهم سلم عليهم. عسى الله ييسر عليك. ميسرة ميسرة. بارك الله فيك. الله يحفظك. طريق سلامة. الله يحفظك. طبعا عبيت ديزل في المحطة. حطيت 250. والحين هنا ننفذ بإذن الله تعالى. يوم ييسر يا الله. هذا معتمرين ما شاء الله بس قبل شوية جاي طلع هذا الثاني ما شاء الله. توكلنا على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله.
ابشركم اخيرا ولله الحمد خلصنا الاجراءات الخروج من المنفذ السعودي والدخول الى السلطنه. الحمد لله تسهلت الامور. والله ما اظني بطول، الساعه 11:40 دقيقه صارت. والله يمكن اني احاول اضغط على نفسي ابغى ادفع عبري. الساعه 11:40 صارت. اشوف ولا اني كملت لين عبري ونمت في عبري ولا اني مشيت لي 40 كيلو على حسب الناعوسه. اذا نعست ما بطول، خل تعبان والله. من صلاه الفجر قايم، البارحه كم نايم؟ الساعه 2 يمكن. نمت لي ابو ساعتين يمكن. ساعتين ونص. وهي سحب واحده. يلا الحمد لله تسهلت ان شاء الله. صباحكم عسل يا عسل. ابشركم قربنا نوصل ولله الحمد. يلا يلا وين انتظرونا الرحله القادمه باذن الله تعالى. سلام.